مباراه ابناء القبائل انطلاقه سليمه ورائعه كما يتمناها الجميع. ننطلق بالصداره، نسير بالمقدمه، نتابع بدايه هذا الشوط مع هذه الشعارات المتميزه ومع هذه الاسامي اللامعه والرنانه في هذا العالم الساحر. المقدمه والصداره مشاهدينا متابعينا الكرام واللي قادت المجموعه مع هذا الاندفاع المتميز. نتابع المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام وأراء الصايلة لمحمد بن أحمد بن قنون الفلاسي اللي قادت المجموعة واندفعت منذ البداية بالصدارة، تليها مع المركز الثاني أرهني برزة لعبد الله بن محمد بن يمعة بن معضد بن جبر في متابعة وانطلاقة برزة مع المركز الثاني. ثالث التحديات رهف لعتيج بصلب الثاني الفلاسي متابعا لهذا الانطلاقة، ومع المركز الرابع القدوم من العنود لحمد بن عوض بن زيتون المهيري من يتابع انطلاقة العنود مع المركز الرابع. خامس التحديات التسلل والانطلاق المثير ايضا من بلقيس لحميد بن سيف بن حميدان الفلاسي من يتابع انطلاقة بلقيس مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات للذهيبة لعلي بن حمودة بن علي الظاهري بينما تطرقنا مع المركز السابع. مع المركز السابع أرى التقدم لمزنة لسيب بن يمعة بن خميسة الغويص، وثامنا القدوم والتسلل من زمايم لخليفة بن محمد بن يابر المنصوري. ننطلق مع المركز التاسع والانطلاق المتميز من عوايد لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري من أعلن هذا الانطلاق. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام مياس لخالد بن سالم بضحية الكعبي من أعلن انطلاقة مياسة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط. نتابع العنود اللي انطلقت بالصدارة، عاندت الجميع وانطلقت بهذه التحديات المثيرة، وحمد بن عوض بن زيتون المهيري من يتابع من يتابع انطلاقة العنود، ولكن برزة مع المركز الثاني بارزة بهذا الشعار. تنطلق أيضا لعبد الله بن محمد بن معضد بن يبر من يتابع هذا الانطلاق مع المركز الثاني. ثالث التحديات رهف لعتيج بصلب الثاني الفلاسي، ومع المركز الرابع القدوم من بلقيس لحميد بن سيف بن حميدان الفلاسي متابعا لهذا الانطلاق المتميز. المركز الخامس من الجانب الاخر زمايم لخليفه بن محمد بن يابر المنصوري، والقدوم مع المركز السادس للذهيب بشعار علي بن حموده بن علي الظاهري متابعا لهذا الانطلاق. التحديات من عوايد لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري من اعلن هذا الانطلاق الجميل والرائع، ومع المركز الثامن من الجانب الاخر هناك مزنه للسيف بن يمعة بن خميسة الغويص، والقدوم لمياسة بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من اعلن انطلاقة مياسة اللي تسللت مع المركز التاسع. عاشرا من الجانب الاخر الانطلاق لضبية لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تحدياتنا مثيرة وانطلاقاتنا رائعة في هذا الصباح الجميل، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. أرهني زمايم قادت زمامي هذا الشوط، انطلقت بالصدارة خليفة بن محمد بن يابر المنصوري من أحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة زمايم، ولكن أرى عوايد مع المركز الثاني لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، ومن الجانب الآخر العنود لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. نتابع المركز الرابع، وصلت
انطلقت من ياسه بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، والانطلاق المتميز رهني عسيله خالد بن حمد بن ساري المزروعي يقدم عسيله بيضيف النقطه الثانيه لهذا الشعار مع هذا التقدم اللي تقدمه عسيله اللي انطلقت مع المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس القدوم من وسام لعلي بن سالم بن فهيد الزبدان المري يتسلل باول نداء ينطلق مع المركز الخامس سادس التحديات الذهيبه لعلي بن حموده بن علي الظاهري ومن الجانب الاخر بلشه لحميد بن خليفه بن مرشد السبوسي من يتابع انطلاقه بلشه من الجانب الاخر والانطلاق المياس عبيد بن خميس بن خليفه الخيلي يتابع هذا الانطلاق ولكن لنا عوده مع الصداره والمغادره للوحه الكيلو المتر الاخير والخطير ما شاء الله تبارك الله عوايد 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 انطلقت بالصداره انطلقت بالمقدمه قادت المجموعه بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري من يقدم من يقدم عوايد ولكن ارى مياسه لعبيد بن خميس بن خليفه بن شلبوت الخيلي يتابع هذا الانطلاق والذهيبه الذهيبه مع المركز الثالث بشعار علي بن حموده بن علي الظاهري ما شاء الله صدرت الاوامر صدرت الاوامر وعوايد على الصداره عوايد 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 على مقدمه هذا الشوط والذهيبه قادمه الذهيبه قادمه بكل قوه ما شاء الله تبارك الله التسلل التسلل في اللحظات الاخيره في اللحظات الاخيره الذهيبه وعوايد ولكن الذهيبه انطلقت بالصداره قادت المجموعه في اللحظات الاخيره عوايد تحاول الذهيبه صامده على المقدمه اللحظات الاخيره الذهيبه ذهيبه وعوايد ولكن الذهيبه هي الاقرب سلوب سلام العين سلام تهاني للعلي بن حمود الظاهري المركز الثاني عوايد بشعار بخيت بن محمد بن كردي بن منخاس المركز الثالث مياسة عبيد بن خميس الخيلي المركز الرابع بلشة لحميد بن خليفة بن راشد سبوسي والمركز الخامس زمايم لخليفة بن محمد بن يابر المنصوري هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للخمس المراكز الأولى بهذا الاندفاع المتميز لنا عودة مشاهدينا متابعين الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الذهيبة إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقدار تهانينا لمالك الذهيبة علي بن حمودة بن علي الظاهري تأتي بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية لحظات وصول الذهيبة 7:54 ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا لعلي بن حمودة بن علي الظاهري بينما الأسرة مع المركز الثاني عوايد تاتي بتوقيت زمني مقداره 7:54 أربع أجزاء من الثانية تهانينا لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري واللي وصلت مع المركز الثالث سبع دقائق 55 ست أجزاء من الثانية هي مياسة ولحظات وصولها مع المركز الثالث تهانينا للعبيد بخميس بخليفة بن شلبود الخيلي تهانينا للجميع والناموس مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل ها هي